السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صالة جدا. تزامن مع عيد الفطر المبارك من واجبنا نصل ارحامنا، لكن في السنوات الاخيره رانا نشوفوا تعوض زياره الاهل والاقارب بارسال رسائل قصيره اس ام اس. ما الاخر نروح نسقسوا المواطنين ونشوفوا اذا الهاتف راه يعوض زياره العائليه في يوم العيد. شوفوا معنا تزامن مع عيد الفطر المبارك ناكدوا على ضروره صله الرحم، لكن رانا نشوفوا في السنوات الاخيره تعوض الزيارات العائليه وبين الاحباب والاقارب بالهاتف النقال بالرسائل القصيره لي اس ام اس. واش رايك؟ الرأي تاعي هذه بالنسبة لي اس ام اس وفيسبوك وتعيط لي في التليفون وتقول لي صح عيدك، جو بريفير انا ما تجوس عندي، انا جا عندي للدار نرحب بك نضيفك قهوي كاطو ريحو بالبيان، هذيك هي صلة الرحم وهذيك هي زيارة الأقارب. هذه تاع لي ميساج وتاع فيسبوك هذه ما تيكزيستيش بالنسبة لي انا. الإنسان هذا عيب كبير، عيب كبير بزاف. زمان كنا نشقاو كما انا عندي دار جدي في لوسان ديال الروح في بومرداس روح دار الشيخ الله يرحمه، وكنا نروح هذه كما زياره الرحم الانسان ما ينساهاش، مهما تكون وهرا تروح وهرا. حتى لو كان واحد يكون قطعك ما جاش ليك لازم تروح، لازم تروح، هذه هي الدنيا، فهمت؟ من قطعني قطعه الله. هيدا يا وليدي صح، يعني تغيرت عند عائلات، يعني ما همش كل كيف تغيرت هذه الزيارات ان شاء الله، وهذه اللي تربط يعني العائلات والرحمه، وهي كل يعني الانسان من ربى اولاده كما والدينا الله يرحمهم نبقى في زياره ان شاء الله العائله، خياتنا خالتنا عمومنا اخواننا، تبقى هذه الزياره الانسان يعني. وكاين الناس اللي دوك عادوا بالتليفون و صح عيدكم، هي عيب يعني. هي صلة رحم نورمال، يحبها تكون يحبها تكون تكون شخصيا تسمى مقابلة، خير من هاتف النقال. هاتف النقال على اساس اذا كان واحد بعيد مثلا انا ساكن في الجزائر وهذاك في وهران ولا في قسنطينة، هاتف النقال لاباس، بصح يكون واحد في الجزائر هذاك مثلا ساكن في باب الواد ولا في جيدوش مش ممكن. لا على كل حاجة جو سوي كونتر تو سا، هادو لي اس ام اس هادو ما انا قليل اللي نريبوندي له، انا مادا بيا نهضر ولا كان التطور تاعو تاع البورتابل جو بار ديريكتومون. الو السلام عليكم صح عيدك واش راك انت السلام عليكم ارايس. هذا تاع الاس ام اس انا شويه ثقيل عليا، انا ديجا ما بعتش لي اس ام اس نتيليفوني، جو مي بيرمي دو تيليفوني او جون بور سويتي لا بون فيت دو لايت. انا من الاحسن كانت زمان زمان كانت مليح نروحوا بين الاقارب نسمع الفاميليا نجوزوا على والدينا على ما جدودنا، ودوك الله غالب يا خو تبدل الوقت وانا نشوف بلي كانت زمان احسن من دوك. بيان سور على ليبوك كنا نروحوا اون فامي نشوفوا نتواصلوا بصله الرحم، نروحوا الفاميليا كاع العموم تاعنا خوالنا وفاميليات كاع، مي اليوم ولا برك بلي ميساج ولا يبارطاجيو اون فوتو بار فيسبوك. والله احنا بكري على بالك كانت الناس تمشي لبعضها بعض، يمشيوا لي فامي يمشوا لبعضهم بعض يزوروا بعضهم بعض، ما كانش هذه السير صحي ما يقطعوهاش، سي تقدر يكون بعيد ولا قريب تروح لعنده، فهمت؟ رانا في وقت يعني كيما نقول احنا تبدل الزمان كيما يقول لك الاخر، درك الناس ولا تتبع الانترنت تبع باش يسلم على واحد كيما نقولوا سيرة الرحيم في البورتابل يقول له واش راك لاباس بلا ما يطلع يشوفه، هذه ما بكري احنا ما كناش هكذا، بكري على كل حال كانت لي فامي يمشوا لبعضهم بعض. تروح تزور الاقارب نتايا؟ بيان نزور الاقارب ونزور كاع لا فامي باش تحس بلي كاين عيد، هذه هي نجوز عليهم كاع باش نحس بلي انا كاين عيد، ومام هما يحسوا بلي صح سي فري عندهم عندهم فاميليا ومازالت كيما بكري والحمد لله. هذه على هي حسب العرف، هي حسب الاعراف والتقاليد. احنا عندنا مثلا انا مولات ورقله عندنا العرف تاعنا نزور الاقارب والاحباب. ما اثرش فيكم الهاتف النقال انتوما؟ ما اثرش الحق. ما لقيت جات المعلومه مازالكم تروح؟ مازال نروحوا نزوروا نتغافروا نروح للمقبره نزوروا نروح نزوروا الموتى نزوروا الاقارب الاحباب نجتمعوا. احنا عندنا عائل عند الوالد الله يرحمه، انا كنت صغير 5 سنين 6 سنين يدور روح على العائله تقريبا بيت ولا عرش. انا البرنامج تاعي اليوم العيد، انسان لازم يدعي ربي ويصلي ويقرا القران
ويتسامح مع إلا عنده صاحبه ما يهضرش معاه لازم يهضر معاه في صون الرحم، لازم إنسان قلت لك لازم يتعاون مع الناس، لازم يسمح من حقه، والثاني إنسان لازم يشوف يلحق العيد لازم يشوف يماه ما يروحش يبعث لها سماس. نقول نطلب يعني الشعب الجزائري ما يخليش يماه، لازم كل عيد لازم يطلع عليها. كان قلت لك اللي زمان ربونا ولاد يمانا وبابانا الله يرحمهم، ربونا على هذا الشيء، خلاونا هذا الشيء، يعني العائله ما تكونش يعني مفكوكه كل واحد يعني وين، ولا خلاونا يعني زمان ما كانش هذا التليفون، الناس يمشوا نروحوا نقعدوا شويه عندها عند جده، نروحوا نقعدوا عند خالتي، نروحوا نقعدوا عند العم، يعني كانت هذه الرحمه. حنا كنا بكري كلش بيو، على بالك بيو سي كلش ناتورال، بيو الماكله بيو لي فروي هذه ودنيا، ميم المعيشه كانت بيو، لي جون ايتي ناتورال. حنا كنا نزورو، حنا كنا فرون فالي، كنا دراري لهيبه، كنا نروحوا او ديبي دو كارتي، الدراري كامل نجمعوا وندوزوا على العائلات كامل، واحد يعطينا حبه حلوه، واحد يعطينا دورو على ليبوك، فهمت؟ اي اون كومونسي ا 8 دو ماتان بيتا في لو بو دو كارتي، اون تيرميني ا لا فين دو كارتي كيما نقولوا على 11، ونطمو دوك الفرينكات وحليوات والدنيا، مي كانت اداه العيد سي الزياره. هي الاتصال عن طريق عن بعيد الأقارب هو شيء إذا كان من الممكن أن إنسان يتلاقى مع الأقارب ويجلس معهم وكما يقولوا يتبادلوا أطراف الحديث بلا وسائل التكنولوجيا هذه، لأن لو كان إنسان يشقى ما يعرفش الأجر اللي يديه، لو كان 5 كيلومتر 50 كيلومتر 500 كيلومتر معليش مرة في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بدل سكان أهل الجاهلية، بدلهم كان عندهم عيد يصلون فيه الرحم، بدلهم هذاك العيد بعيدين. كانوا يخرجوا، كانوا يتغافروا، كانوا يتلاقوا، كانوا كاع لي اون فامي يتلاقوا، كانوا باغ اكزومبل يجوا عند الدار الكبيرة باغ اكزومبل الجد والجدة. دوك ما بقاش يا خويا، كل واحد يقول لك نفسي ويدير لك ابل ويدير لك صحه عيدك ويخليها لك هكا اونكا حاجه، ولا يقول لك انا عيطت لك وقلت لك صحه عيد، بصح هذه ما تجوش يا خويا. وصلني مرحبا بك. لا لا انا مازلني ديبلاسي، انا ماشي بو، انا جور ماشي يعني زخف روحي ومن ذاك هكذا، شغل جي من بون باز هكذا بكري، كنت نمشي عندي هيك يعني شي 10 سنين كنت نمشي مع بابا، ديما نمشي معاه نشوفوا الفاميليا. دونك كيما لا جي غاردي لا ميم اوبيتود، ماشي كيما لا جينيراسيون تاع دركا، ما على بالهمش كيفاش. مادا بيا انا نروح خير من اس ام اس، مادا بيا بصح الاس ام اس شغل عنده المعنويات تاعو، بصح كي تروح تشقى الانسان خير، ما كاش ما خير منها، فهمتني؟ هذه هي. انت كيفاش هو البرنامج تاعك اليوم العيد؟ تروح تزور الاقارب ولا ان شاء الله نروح عند الاهل تاعي، ومن بعد نروح عند الاهل تاع الزوجه ان شاء الله، ونزور الاقارب سي نورمال. الجيران وما يشبه كيما زمان لازم ان شاء الله لازم. مازالك الاقارب ديالك اليوم العيد؟ ناسيو لازم. روح جبانات تاع جاي في بومرداس، المهم تاع جدي والشيخ الله يرحمه تما بومرداس، انت نروح لازم نشقى قد كل متر حسنه كما نقولوها، والله يثبتنا. امين الله يسلمك. انت كيفاش تعيش اليوم هذا يوم العيد؟ كيفاش تروح تغافر على العائلات ولا تتصل بهم بالهاتف؟ لا ما نتصلش بهم بالهاتف، انا نروح ليهم بيت نروح ليهم نقافرهم نسلم عليهم. ما تجيش مليحه كي تروح تقافر تهضر معاهم بار تليفون بالهاتف، تهضر معاهم ما تولمش هكذا، الا كنت كيما نقولوا بعيد مثلا نقولوا في عنب ولا في قسنطينه ولا بلاص اللي ما تقدرش. واحد اللي ما يجيش ليك تروح له؟ واحد اللي ما يجيش ليا نروح ليه، علاش؟ باسكو تربحوا في الاجر، تربحوا في الاجر. مازال ما عنديش يما وبابا، بصح عندي الاخت نتاعي الكبيره، يعني نتلمدوا كامل عندها، نمشي عند خالتي، نمشي عند اختي واحده اخرى، نمشي عند اختي واحده اخرى، تجينا مرت خويا، يعني كلنا نتلمدوا، يعني نحسوا بهذاك العيد. ونتمنى ان شاء الله يا ربي يحط الرحمه ان شاء الله يا رب. صله الرحم ما ولاتش كيما بكري، شغل كل عام هاي تمشي اللور ولا ولات خلاص، ولات بالتليفون بلي ميساج وخلاص، ماشي كيما بكري كيما كنا نروحوا اون فامي تما، نمشيو مع بابا توتين كليك هكذا، كي نروحوا الفاميليا دار نجيبوهم كاع
يامات تاع العيد للزوج نجيبوهم هكذاك، مي اليوم خلاص ولينا نقعدوا غير في الدار، من بعد في الميساج برك ونعيطوا في التليفون ونبارطاجيو سير فيسبوك.